نعم، عندما وصلنا إلى المطار فوجئنا على الشاشات الموجودة على عند مكاتب الطيران وليس في داخل المطار. يعني أنا الآن تعديت منطقة الأمن العام وأخذت الجوازات، لا يوجد شيء في هذه المنطقة. الشاشات كانت عند المنطقة التي تسلمون فيها الأمتعة في مطار بيروت. أقول لكم قطعا هذا لن يكون بلا ود ولن يكون بلا عقاب، ونحن لن نستخدم عباوة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان.